طيب النهاردة هنتكلم على الـ Parallel Reasons اللي هو Section 2، زيه زي الـ Series Reasons بالظبط. عندنا Tables بيسمرايز كل الـ Equations اللي أنت بتستخدمها في حالة إن أنت عندك أي Q، فساعتها الـ Reasons بيحصل عند الـ RL squared زائد الـ XL squared على الـ XL بتساوي الـ XC، وعندك الـ Resonance Frequency بتاعك اللي هو الـ FB 1 على 2 باي في الروت LC مضروب في الواحد ناقص ال ار ال سكويرد في السي على ال ال. طيب وعندك ال زد تي زد توتال عند الريزونانس ايكوال ال ار اس اللي هي الريزيستنس بتاعه السورس بارل مع ال ال على السي في الار ال، او اللي هي الار اس بارل مع الار بي. ار بي هي برضو ايكوال لل ال على السي في الار ال في حاله ايه الريزونانس. طيب بعد كده الكيو بي بتاعتك بتساوي الار على الاكس ال بي بتساوي الار على الاكس سي بتساوي الاوميجا بي في السي مضروبه في الار. طيب والباندوس بتاعتك هي الاف بي على الكيو بي، وفي حاله بقى الكيو اكبر من 10 فانا هقدر انجلكت اللي هو الار سكويرد بالنسبه للاكس ال سكويرد، فهتبقى الاكس ال بتاعتك هي ايكوال للاكس سي على طول. ونفس الكلام هنا الار ال سكويرد دي هقدر اني اعملها يعني اهملها، فهتطلع لك ان الفريكوانسي بتاعتك هي 1 على 2 باي في الروت بتاع ال سي، والزد توتال بتاعتك هتبقى هي الار اس بارل مع الار بي، بس الار بي ساعتها هتبقى الكيو سكويرد في الار ال، والكيو بي بتاعتك هي الار على الاوميجا بي ال اللي هي ايكوالز الاوميجا بي في السي في الار. طيب والباندوز بتاعتك هي الاف بي على الكيو بي. طيب في حاله بقى ان الار اس بتاعتك بانفينيتي والكيو اكبر من العشرة، هيبقى نفس الايكويشنز بتاعت الكيو اكبر من العشرة، بس اللي هيختلف بس اللي هي الحته بتاعت الزد تي بي. انت معاك ان هو الار اس انفينيتي، اي حاجه بارل مع انفينيتي هتبقى هي اللي هي كيو سكويرد في الار ال، وهيبقى معاك الكيو بتاعتك هي ايكوال كيو بي، والباندوس بتاعتك هي الاف بي على الكيو. طيب والاف 1 واف 2 هتبقى الاف بي مضروبه في ماينس ماينس بلس في الواحد على ال 2 في الكيو بي زائد الروت بتاع الواحد زائد الواحد على ال 4 كيو بي سكوير. طيب وفي حالة ان انا الكيو بي بتاعتي اكبر من 10 فالاف 1 و2 تبقى ايكوال اف بي ماينس بلس الباندوتس على الاثنين. ماشي. وزي ما كنا عارفين ان هو في حالة ان انا عندي ال ار و ال سيريس مع بعض عايز احولهم لبارلل، فبستخدم اللي هي الايكويشنز دي اللي هو الاكس ال او اللي هو الاندكتور البارلل هيبقى الفاليو بتاعته هو ار ال سكويرد زائد اكس ال سكويرد مقسوم على الاكس ال، والريزيستنس البارلل هي ار ال سكويرد في الاكس ال سكويرد على الار ال. طيب بعد كده بيقول لك فور ذا سيركت شون ان فيجر فايند ذا ريزونانس فريكوانسي. تمام. بعد كده عايز الكونديشنز على R1 و R2 اللي تخلي فيه ريزونانس حاصل. طيب فانت هتعمل ايه؟ اول حاجه عايز تجيب اللي هو الزد انبوت، تجيب الزد انبوت عشان تجيب منها ريزونانس فريكوانسي. هتقول ان الريزونانس فريكوانسي ده بيحصل عند حاله ان الايماجينري بتاع الزد دي ايكوال لزيرو. طيب فانت عشان تجيب هنا هو اي حاجه فيها بارلل، فاسهل تعامل معاها هو ان انت تتعامل مع الواي، ما تتعاملش مع الزد، وانت كده كده عارف ان الزد في الاخر هي واحد على الواي، فان الواي بتاعتك هي واحد على الواي بتاعت البرانش ده زائد واحد على الواي بتاعت البرانش ده، فالواحد على الواي بتاعت البرانش ده اللي هي واحد على الجي اوميجا ال زائد الار 1، والواي بتاعت البرانش ده هي واحد على واحد جي اوميجا سي زائد الار 2. طيب تضرب بقى جي اوميجا سي هنا هون في فوق وتحت، فهيطلع لك 1 على R1 زائد الجي اوميجا ال زائد الجي اوميجا سي على 1 بلس جي اوميجا سي في الار 2. طيب تضرب بقى الكونجكت بتاعك علشان تخلي البوست المقام بتاعك كله ريل نمبرز، فهيبقى عندك الشكل ده. طيب احنا عايزين ايه؟ عايزين الريزونانس فريكوانسي. الريزونانس فريكوانسي هو اللي عنده الامبيدنس بتاعتك او الواي بتاعتك ايكوال لزيرو، او الايماجن بتاعهم ايكوال لزيرو، فهتاخد imaginary part بتاع ال y input بتاعتك ده وتساويه بالزيرو. فلما تعمل الكلام ده هتاخد ايه؟ هتاخد imaginary part بتاعك من الجزء ده اللي هو سالب اوميجا ال على r1 squared زائد اوميجا squared في ال squared زائد الاوميجا سي على الواحد بلس الاوميجا squared سي squared في ال r2 squared. طيب
لما هتساوي الكلام ده ببعضه هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان ال هتلاقي ان الاوميجا بي من فوق من فوق هنا هو هتطير، وهيبقى تودي ده في ناحيه ودي هتسيب ده في ناحيه، وبعدين تضرب طرفين في وسطين تبقى ال زائد اوميجا بي سكويرد في السي سكويرد ار 2 سكويرد في ال بتساوي السي ار 1 سكويرد زائد الاوميجا بي سكويرد ال سكويرد في السي. طيب بعد كده هتخلي الاوميجا بي سكويرد كلها في ناحيه واحده، فهتاخد اوميجا بي سكويرد كلها في ناحيه واحده وتاخد عامل مشترك، هتبقى سي سكويرد ار سكويرد 2 مضروبه في ال ناقص ال سكويرد في السي بتساوي السي ار 1 سكويرد ناقص ال، وبعدين تاخد من هنا عامل مشترك ال سي، فهتبقى ال سي مضروبه في سي ار 2 سكويرد ناقص ال. طيب وبعد كده هتاخد اللي هو الاوميجا بي تجيب لها تاخد الروت بتاعها، فهتبقى الاوميجا بي بتاعتك هتبقى الروت بتاع السي في الار 1 سكويرد ناقص ال مقسوم على ال سي مضروبه في السي ار 2 سكويرد ناقص ال. ماشي. بعد كده فور ال عشان الاوميجا بي دي تكون موجوده، فساعتها لازم اللي تحت الجذر ده يكون ايه؟ رقم بوزيتيف او اكبر من او يساوي الزيرو. طيب فعشان يبقى اكبر من او يساوي الزيرو فلازم اشاره اللي فوق يكون ايه؟ زي اشاره اللي تحت. لو الاثنين بوزيتيف يعني يا اما الاثنين بوزيتيف يا اما الاثنين ايه؟ نيجاتيف. طيب فعشان يبقوا الاثنين بوزيتيف فساعتها ده سي ار 1 سكويرد ناقص ال لازم تبقى اكبر من الزيرو في نفس الوقت اللي فيه سي ار 2 سكويرد ناقص ال اكبر من الزيرو. لو الاثنين يبقوا لازم يبقوا الاثنين نفس الوقت نيجاتيف فساعتها سي ار 1 سكويرد ناقص ال تبقى اكبر من اقل من الزيرو، وسي ار 2 سكويرد ناقص ال تبقى اقل من الزيرو. فانت اول هنمسك اول كيس ان الاثنين بوزيتيف فيها، فهتبقى سي ار 1 سكويرد ناقص ال اكبر من الزيرو، فساعتها ار 1 اكبر من الروت بتاع ال سي، وهتبقى برضو ار 2 تبقى اكبر من الروت بتاع ال سي. وفي حاله ان هما الاثنين نيجاتيف هتبقى نفس الكلام، بس هتبقى ار 1 اقل من الروت بتاع ال سي والار 2 هتبقى اقل من الروت بتاع ال سي. فانت هيبقى الكونديشنز بتوعك هو ار 1 وار 2 يبقوا في نفس الوقت اقل من الروت بتاع ال سي اللي هو 10 اوم، او الار 1 وار 2 يبقوا في نفس الوقت اكبر من ال 10 اوم اللي هو الروت بتاع ال على سي. طيب وبعدين هو كان مدي لك ان هو ار 1 وار 2 فاليوز ليهم، فهتحسب عندهم اللي هو مجرد بس ما تعوض هنا بالفريكوانسي بتاعك يعني تعوض بالفاليوز بتاعتك فهتطلع ايه الفريكوانسي للفاليوز اللي هي الجيفن معاك. بعد كده بيقول لك design the circuit elements of a parallel resonance circuit such that the input impedance of the circuit has a maximum value of 20 كيلو. يبقى اول كلمه دي هقدر اطلع منها ان ال ار بي بتاعتي هي 20 كيلو. طيب و its resonance frequency 100 كيلو راديان بير سكند، والكواليتي فاكتور بتاعه الكويل 20. طيب انت دلوقتي معاك ثلاث حاجات. اول حاجه ان الانبوت الماكسيمم انبوت امبيدنس 20 كيلو اوم، دي اللي هي الار بي، تمام؟ خلاص دي 20 كيلو اوم، والاوميجا بي بتاعتك هي ايه؟ ال 100 كيلو راديان بير سكند، ومعاك الكيو تساوي 20. طيب بعد كده بيقول لك if a current source of 10 ملي امبير and an internal resistance 20 كيلو اوم is applied to the parallel resonance circuit. انا جيت بعد ما عملت الديزاين للسيركت دي حطيت عليهم كارنت سورس 10 مللي امبير معاه ريزيستنس 20 كيلو اوم. عايزك تعمل الديريفيجنز بس ان انت تعمل الماجنتيود وترسم الماجنتيود يعني بتاع الفولتج مع مع الفريكوانسي. طيب وبعد كده بيقول لك كالكوليت الافريج باور ديليفرد تو ذا سيركت ات فريكوانسي 10% بيلو الايه الريزونس. فزي ما بيقول احنا اول حاجه الجيفنز بتاعتنا هي دي زد تي ماكسيمم 20 كيلو اوم، الاوميجا بي 10 100 كيلو راديان بير سكند، الكيو 20 اللي هي اكبر من 10، فساعتها اقدر اقول على طول ان الاكس ال بي بتساوي الاكس ال والال بي بتساوي ال. طيب وزد تي ماكسيمم معناها الزد تي بي معناها الار توتال معناها اللي هي في الحاله دي اللي هي الار بي، الار بي بتاعت اللي هي كيو سكويرد في الار ال فاقدر اجيب منها ال RL بتاعتي اللي هي هتبقى RB على ال Q squared، فهتبقى ال RL بتاعتي هتبقى بتساوي ايه 20000 على ال 20 squared تبقى 50 اوم. طيب ال Q بتاعتي هي ال XL على ال RL، وال XL بتاعتي وانا خلاص حسبت ال RL بتاعتي ومعايا ال Cube كام، فاقدر اجيب ال XL على طول وانا عارف ان الاكس ال عند الريزونانس هي ايكوال اكس سي،
فهقدر اجيب منهم ايه، وانا عارف ان اكس ال برضو هي هي ايكوال اكس بي، تمام؟ فساعتها هقدر اقول ايه، ان الاوميجا بي ال ايكوال لل100 اقدر اطلع منها ال، والواحد على الاوميجا بي في السي اقدر اطلع منها السي بكام. حاله ان انا كارنت سورس بتاعي 10 مللي امبير والار اس بتاعتي 20 كيلو اوم، وصلتهم للدايره بتاعتي، فهيبقى ده شكل السيركت بتاعتي. هوصل بس النقطه دي بالنقطه دي بس. انا علشان اسهل على نفسي الدنيا هحول اللي هم الار ال دي مع ال، احولهم الاثنين بارلل. علشان احول اللي هو الار ال دي مع الاكس ال ليه بارلل، هتبقى ار بي مع الاكس ال بي، زي دول اللي احنا حاسبين اصلا القيم بتاعتهم، اللي هي الار بي اللي هي 20 كي، والاكس ال بي هي ايكوال للاكس ال، علشان ايه عندي الكيو اكبر من ال10. فهتبقى شكل السيركت بتاعتي هي الشكل ده. وبعد كده علشان ترسم الفولتج بتاعك عايز تجيب الامبيدنس، فهتجيب الامبيدنس ازاي؟ ان انت تجيب ال W ال 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 الواي بتاعتك، الواي بتاعتك، الواي بتاعتك هي واحد على الار اس زائد واحد على الار بي ناقص الجي في الواحد على الاكس ال زائد الجي في الواحد على الاكس سي. طيب انا هنبسط الدنيا شويه، ان احنا هنروح عاملين ايه، ناخد الار اس مع الار بي بارل مع بعض، ونقول ان دول ايكوال للار، يبقى الواي بتاعتك هي واحد على الار زائد جي اوميجا سي زائد واحد على جي اوميجا في ال بي، تمام؟ طيب بعد كده هتقول ان الزد بتاعتك هي واحد على الواي، فهتروح واخد الكلام ده كله وتقسم، يعني تحط واحد عليه على الكلام ده كله، هتبقى واحد على الواحد على ار زائد جي اوميجا سي زائد الواحد على جي اوميجا في ال بي، وبعد كده تضرب فوق وتحت في الار، فهتبقى الزد بتاعتك هي ار على واحد زائد جي اوميجا سي في الار في الواحد ناقص الواحد على اوميجا سكويرد في ال بي في السي. وانا عارف ان الاوميجا بي بتاعتي هي الواحد على الروت بتاع ال بي سي، فهبقى عارف ان الواحد على ال بي في السي دي هي اوميجا بي سكوير، فممكن اشيل الترم ده كده اهو واحط مكانه فوق ايه، اوميجا بي سكوير. ماشي. وبعدين هاخد الاوميجا دي اخدها على جنب كده واضرب هنا في اوميجا بي، وادام ضربت في اوميجا بي فهقسم على اوميجا بي، هيبقى الشكل معايا كده اهو، هضرب في اوميجا بي واقسم على اوميجا بي، واخدت الاوميجا دي لوحدها هنا اهو، فاخد الجزء ده وندخله جوه القوس، ويبقى معايا اوميجا على اوميجا بي ناقص الاوميجا بي على الاوميجا، ده اللي هو ايه الاوميجا كابيتال، تمام؟ وساعتها هيبقى الجزء ده هو ايه الكواليتي فاكتور اللي هو الكيو بي، فهتبقى الزد على الزد بي هي واحد على واحد بلس جي كيو بي في الاوميجا كابيتال. وبعدين سنس ان انت عندك ال في بي بتاعتك بتساوي الاي في الزد، وال في بي عند الريزونانس بتساوي الاي في الزد بي، تمام؟ فساعتها هقدر ان انا اقسم المعادلتين على بعض، وهقول ان ال في بي على ال في بي ريزونانس بتساوي الزد على الزد بي في الريزونانس، تمام؟ فهتبقى ال في بي على في بي ريزونانس ايكوال واحد على واحد بلس جي كيو بي في الام. طيب فهتبقى الفي بتاعتك هي الفي بي ريزونانس على الواحد بلس جي كيو بي في الاوميجا. طيب هنروح بس الاول نحسب ال الفريكوانسيز بتاعتك. اول حاجه انت معاك الكيو بي بتاعتك هي الار توتال على الاكس ال اللي هي ايكوال ل10، تقدر تجيب منها الباندوث بتاعتك اللي هي الاف بي على الكيو بي، كده جبت الباندوث بتاعتك. تقدر تجيب اف 1 واف 2 اللي هي اف بي ناقص بلس الباندويتس على الاثنين، فهيطلع لك 15.2 من 10 كيلو هرتز و16.7 من 10 كيلو هرتز، والاف بي بتاعتك هي الاوميجا بي على 2 باي اللي هي 15.9 من 10 كيلو هرتز. طلعت الارقام دي، ترجع ان هو على الرسمه تحط الارقام بتاعتك، وتبقى عارف ان هو عند النقطه دي انت هيوصل لك الماكسيمم فولتج، وعند النقطتين التانيين دول وعند النقطتين التانيين دول هيبقى الفولتج بتاعك هو 100 على جذر الاثنين اللي هو 50 جذر الاثنين. وعندك النقطه دي اللي هي نص دي هتحسبها ازاي؟ انت عندك عند الاوميجا بزيرو، حاله الاوميجا بزيرو، فساعتها هترجع للدايره دي هتلاقي ان ال ال دون بقى بزيرو، فبقى والكباستور دون بانفينيتي يعني اوبن سيركت، فهيبقى معاك الار اس دي مع الار ال، فكانك بتعمل بس كارنت ديفيجن ما بين الار ال والار اس، فهتضرب اللي هو تشوف الكارنت اللي ماشي في الار ال ده اللي هو عباره عن الكارنت ده مضروب في الار اس على الار اس زائد الار ال، وبعدين تاخد الكارنت ده تضربه في الار ال ده وهيطلع لك الفولتج بكام، فهيطلع لك ايه اللي هو النص ده، تمام؟ طيب ماشي كده، انت رسمت اللي هو الجراف بتاعك.
وحسبنا لحد النقطة دي. بعد كده هيبقى ناقصك البيد ليفر. بيد ليفر دي هتبقى هي الفي بي سكويرد مقسومة على الار توتال. طيب فأنا هعمل إيه؟ هروح رايح حاسب الفي بي بتاعتي عند أقل، عند 10% أقل من إيه؟ من الريزونانس. طيب 10% أقل من الريزونانس يعني الأوميجا بتاعتي أو الأوميجا على الأوميجا بي إيكوال 0.9، والأوميجا بي على أوميجا 1 على 0.9، فساعتها الأوميجا بتاعتي هتبقى سالب 0.21، والكيو بي بتاعتي هتبقى ب 10، فهتبقى البي بي بتاعتي عوض في الايكويشن دي هتطلع لي 42.8، والثيتا بتاعتي ايه؟ 6 64 و65 درجة. طيب بعد كده الباور ديليفرد بتاعتي انا هاخد الجزء اللي هو الماجنتيود بتاع الفولتج وهربعه واقسمه على الريزيستنس بتاعتي. طب انهي ريزيستنس بقى؟ انت عندك حاجتين، عندك حاجه اسمها باور ديليفرد للسيركت وباور ديسيبيتد فروم ذا سورس. الباور ديسيبيتد فروم ذا سورس دي انت بتشوف الباور اللي ضاعت من السورس كله، ضاعت من السورس كله راحت فين؟ راحت في الار اس وراحت في الار بي. طيب طب الباور ديليفرد للسيركت، الباور ديليفرد للسيركت دي قصده الباور، الباور اللي راحت للريزونانس سيركت بس، فدي ساعتها بتاخد الار بي بس، فساعتها الباور ديسيبيتد فروم ذا سورس هتبقى بالشكل ده اللي هو 42 و8 من 10 كل سكوير مقسومه على ال 20 كي في البارل مع ال 20 كي، فيطلع لك الرقم ده. طب الباور ديليفرد للسيركت هتبقى الباور ديليفرد للار بي بس، فهتطلع النص بتاع الكلام ده. طيب بعد كده في جزء بقى من دكتور زاهر، جزء دكتور زاهر هيبقى عباره عن مسالتين يعني من الشيت بتاع دكتور زاهر. عندنا هنا هو دلوقتي بيقول لك يوزنج التي موديل، يوزنج التي موديل هات لي الفولتج حوالين الكباستور ده. انت كل اللي هتعمله ان انت هتاخد الشكل ده، هو هنا معلش في 2 جي فوق وهنا هو في 5 اوم ناقصين. طيب فهاخد ال 2 جي ديه وبعدين هعوض، هشيل اللي هو الجزء ده واحط مكانه اللي هو التي موديل بتاعتي، فالتي موديل بتاعتي هتبقى 5 جي ناقص ال 2 جي هتبقى 3 جي، وهنا 5 جي ناقص 2 جي هتبقى 3 جي، وهيبقى معايا هنا ال 2 جي سالب ال 10 جي، ومعايا ال 5 وال 5 هينزلوا زي ما هم، وهنا 10 والثيتا 90 وهنا 10 والثيتا 0. فلما هعمل الكلام ده هلاقي ايه؟ هلاقي لما اجي اعمل بقى اللوب بتاعتي او اللي هو اللوب اناليسيز يعني، فاخد اللوب الاولانيه دي هروح قايل فيها الامبيدنس التوتال بتاعتي هي 5 و3 و2 ناقص 10 جي هيبقى ايه؟ 5 ناقص 5 جي. طيب والحته اللي هم مشتركين فيها هي 2 جي ناقص ال 10 جي اللي هي سالب 8 جي، فاحطها بالسالب هتبقى ايه؟ 8 جي. وانا معايا السورس هنا هو 10، خلاص احط هنا 10، واجي هنا هو نفس الكلام، الحته اللي هم مشتركين فيها هي 8 جي او اللي هو سالب سالب 8 جي، وهنا هو الجزء بتاع الجزء اللوب اللي هي 2 هتبقى 5 ناقص 5 جي، وانا عارف ان الاسامبشن بتاعي ان الكرنت ماشي في الاتجاه ده فهو عكس الاشاره بتاعت السورس ده، فساعتها هحط الرقم ده بالسالب هتبقى سالب 10 ثيتا 90. طيب فالاي بتاعتي اي 1 هتبقى دلتا 1 على الدلتا، واي 2 بتاعتي هي دلتا 2 على الدلتا، فاقدر دلتا 1 زي ما احنا عارفين ان هي ان انا باخد الكولوم ده واحطه مكان هنا، والدلتا 2 ان انا باخد الكولوم ده واحطه ايه؟ هنا اهو. طيب واحسب الديترمنت بتاعتي. طيب ال اي 1 هتطلع بالشكل ده واي 2 هتبقى بالشكل ده، فانا عشان احسب الفي سي بتاعتي هقول ان هي الفي سي دي هي الامبيدنس بتاعت الكاباستور مضروبه في الاي 1 ناقص الاي 2. بعد كده بيقول لي في حاله ان الريزيستنس 5 اوم دي ماشي فيها باور 45 و24 واط، عايز يعرف الفاليو بتاعت الاكس ام والافكت بتاع دوت بوزيشن على الاي 1 واي 2. طيب فانا اول حاجه هعملها ايه؟ ادام انا مش عارف الدوت بوزيشن بتاعي فانا مش هقدر استخدم اي حاجه من اللي احنا عملناها، فهنمشي ايه؟ جينيريك. همشي جينيريك ازاي؟ ان انا همشي بالكي في ال اللي انا عارفها عادي. طيب هاجي امسك اللوب الاولانيه دي وهمشي بالكي في ال، هقول ان في 1 دي ايكوال لايه؟ ايكوال للفولتج دروب على السيركت الثانيه، السيركت بتاعتي. فالفي 1 دي ايكوال لايه؟ ايكوال لاي 1 مضروبه في 4 زائد 5 جي. طيب هل ده بس؟ لا، انا بيبقى معايا كمان فولتج عند النقطه دي جاي لي من السيركت الثانيه اللي هو ايكوال لبلس ماينس الجي اكس ام مضروب في الاي 2 اللي هو ده. طيب
بالنسبة للسيركت اللوب الثانية هي نفس الكلام، بس أنا ما عنديش هنا هو السورس، فهيبقى بزيرو، وبعدين هيبقى معايا اي 2 مضروب في 5 زائد ال 10 جي، هتبقى 5 زائد ال 10 جي مضروب في الاي 2 بلس ماينس بقى ايه الفولتج اللي جاي لي من السيركت الاولى اللي هو جي اكس ام في الاي 1. حطيت الاثنين دول على شكل لوب، على شكل ماتريسيز، فهتبقى 4 بلس ال 5 جي بلس ماينس جي اكس ام مضروبه في اي 1 ايكوال ل 50، و بلس ماينس جي اكس ام 5 بلس 10 جي، واي 2 ايكوال ايه ل 0. طيب فيبقى معاك الدلتا بتاعتك هي ده في ده ناقص ده في ده، فيطلع لك اللي هو الترم ده سالب 30 زائد 65 جي زائد اكس ام سكوير، وهتبقى الدلتا 1 ان انت تاخد الفيكتور ده وتحطه هنا هون، وبعدين تاخد اللي هو الديترمنت، هتبقى 50 في 5 بلس 10 جي. والدلتا 2 بتاعتك هتاخد اللي هو الفيكتور ده وتحطه هنا هون، فهيبقى ماينس بلس الجي اكس ام في ال 50. طيب والاي 1 بتاعتك هتبقى اللي هو دلتا 1 على الدلتا، فهتلاقيها ان هي الترم ده اللي هو 50 مضروبه في 5 زائد 10 جي مقسومه على الترم ده، وهتبقى اللي هو 50 في 5 زائد 10 جي على سالب 30 زائد 65 جي زائد الاكس ام سكوير. طيب انت لما تبص هنا هون هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الاكس ام ظهر عندك ايه سكوير، فسواء هي بلس او ماينس، يعني سواء الدوت هنا او هنا، يعني الاثنين متشقلبين او الاثنين في نفس الاتجاه او ايا كان، يعني مش هتفرق معاك في حاجه، فهتقول ان اي 1 دي اندبندنت على الدوت بوزيشن سواء ماجنتيود او فيز. طيب تعال نبص على اي 2. اي 2 لما نقسم دلتا 2 على الدلتا هتطلع لك ماينس بلس 50 جي في اكس ام مقسومه على السالب 30 زائد اكس ام سكويرد زائد ال 65 جي. طيب لما هتبص هتلاقي ان هي الترم اللي تحت ده اكس ام سكويرد، فهو فعلا مش فارق معاك في اي حاجه سواء الدوت بوزيشن اي شكل مش فارقه معاك، لكن الترم اللي فوق ده هو ايه اللي فيه المشكله. ليه؟ لان انت عندك لو الاكس ام دي بلس هيتشقلب لك اللي هم العلامتين دول، لو هو ماينس هيخليهم سوري لو هو بلس هيخليهم هم، ولو بالماينس ايه هيشقلب العلامتين دول، فساعتها الاي 2 دي هنلاقي ان الفيز بتاعها او الاتجاه بتاعها او الدايركشن بتاعها بيختلف على الاختلاف اللي هو الدوت بوزيشن. يبقى انا دلوقتي الدوت بوزيشن بيأثر معايا في اي 2 على الاتجاه الفعل. طيب بالنسبه للماجنتيود بتاعي، الماجنتيود انا بعمل ايه؟ انا بربع ال الكرنت بتاعي وباخده وباخد له الروت، تمام؟ ده الماجنتيود. طيب فلما هربع اللي هو الاكس ام دي كل سكوير، يعني الاي سكوير دي لما اجيبها هلاقي ان ايه بقيت الاكس ام بقت بالسكوير، فساعتها سواء انا بلس او مين او ماينس مش هتفرق معايا، فيبقى الاكس او الدوت بوزيشن بتاعي مش بيفرق في الماجنتيود بتاع الكرنت، لكن بيفرق في اتجاه الكرنت، تمام كده؟ طيب اجي اعمل ايه بعد كده؟ هحسب بقى من انا كان جيفن ليا عند ال 5 اوم الريزيستنس 5 اوم دي بيبقى ديسبيتد فيها 45 واط، فهروح حاسب منهم الكرنت اي 2 هيبقى بكام، وبعدين اجيب منه الاي سكوير اللي هو هيبقى تقريبا ب 9، وبعدين اساويه بالرقم ده عشان اجيب منه ايه الاكس. طيب الاكس ام بتاعتي هظبط كده اللي هو الايكويشنز بتاعتي، هلاقي ايه ان اكس ام اس 4 ناقص 336 اكس ام سكوير زائد 5125 ايكوال 0، فساعتها ايه هيبقى معايا 4 فاليوز للاكس ام، فهلاقي ان هو 2 بالنيجاتيف اول حاجه دول ريجكتد يعني، وبعدين عندك اكس ام ب 4 واكس ام بكام؟ بحوالي 18. طيب في واحده بس اللي هتمشي معايا والثانيه هتبقى ريجكتد برضو، ليه؟ لان انا عندي كونديشن ان الاكس ام دي تبقى بتساوي الكي في الروت بتاع اكس ال 1 في الاكس ال 2، والكي بتاعتي دي تبقى من 0 و1، يعني تنتمي من 0 ل 1، فانا اللي انا عارفه ان الاكس ام دي لازم تبقى اقل من الروت بتاع الاكس ال في الاكس ال 1 في الاكس ال 2. طب والاكس ال 1 اكس ال 2 ده كام؟ بيساوي كام؟ بيساوي تقريبا 7 اوم، فخلاص يبقى انا الاكس ام اللي طالعه باربعه دي تمام معايا، لكن الاكس ام اللي هي 17 دي ايه ريجكت، خلاص يبقى الاكس ام بتاعتي هي 4، وزي ما بنقول اللي هي ما بتفرقش الدوت بوزيشن ما بيفرقش خالص في اي 1، وبالنسبه لاي 2 بيفرق في الدايركشن بتاعها وما بيفرقش في الماجنتيود بتاعها.